مساء الخير عليكم جميعا وحلقه جديده من مطبخ النجوم. زي ما عودناكم كل حلقه باكل جديد ولون تيشيرت جديد وشكل جديد. طبعا خالد السلاب قول لي في الايربيز شكل جديد يا خالد، هو نفس الشكل، لا غيرت ديكور ولا غيرت اي حاجه. تضحك عليا؟ طيب سريعا بقى، النهارده طبعا في انتظار اسئلتكم وفي انتظار تليفوناتكم هنعمل اكل ايه النهارده يا خالد؟ هنعمل حاجه مكسيكي كده، فراخ على الطريقه المكسيكيه على السريع كده بطريقه مختلفه. قلنا برضو في المطبخ بتاعنا فاطمه اللي احنا عايزين نتنوع شويه عشان الاكل ما يبقاش ممل. طب الاكل ما يبقاش ممل ازاي؟ هنغير في طرق العمايل، والطرق كلها سهله وفي متناول الجميع، كلنا نقدر نعمل كده. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه الشيف رفعت موسى بالعربي، والصفحه قدامكم اهيت على الشاشه، او كلمونا عن طريق التليفونات بسعر الدقيقه العاديه، موبينيل لموبينيل، واتصالات اتصالات، وفودافون لفودافون. في انتظار النهارده انا لوحدي النهارده، ان شاء الله نعمل حلقه مميزه. كل ما هو عايز يسال بقى عن التغذيه الرياضيه او تمارين او الخشونه او بلاش الدايت عشان احنا ما بنتكلمش في الدايت، او تظبيط الاكل او الشكل العام يبقى حلو، او نضاره بشره، كلمونا ابعتوا لنا. ان شاء الله نعمل حاجه مميزه النهارده. سريعا بقى عشان الوقت ما يسرقناش، يا سوليه هنعمل ايه النهارده؟ سوليه هنعمل فراخ على الطريقه المكسيكيه. انزل يا سوليه على طول لاخواتنا المشاهدين المتابعين لينا، طريقه خفيفه، طريقه سهله، كل اولادنا هيحبوا الاكله دي، سهله خالص. صدور فراخ زي ما انتم شايفين على الشاشه، بصل مبشور وتوم مبشور وفلفل رومي وفلفل الوان وفلفل حار ودقيق ونشا وبيض وعسل وكاتشب وكاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل وكمون وشطه وتوم بودر وبصل بودر وزيت. حاجه مختلفه، حاجه جديده، كلنا نقدر نعملها بقى بعيد عن الفراخ اللي في الفرن، بطاطس في الفرن بالفراخ ومش عارف ايه. هنعمل حاجه مختلفه النهارده خالص، وخالد السوليه جايب لي صوره اللازانيا على ده. شغل الصوره دي قديمه يا خالد، ده بتاع الجديد، يا بتاع الجديد يا خالد، الصوره قديمه، دي بتاعت اللازانيا بتاعت الفرح يا خالد. طبعا الصوره دي يا جماعه خالد السوليه بيضحك علينا، نبعدها خالص عن المنيو. النهارده زي ما قلت لكم هنعمل الفراخ، وهنعمل بقى السلطه اللبناني فتوش، بيفكرنا طبعا بنجمنا الجميل عادل امام لما عمل فيلم الفنكوش. احنا هنعمل النهارده ايه؟ فتوش مش فنكوش. ايه هو الفتوش ده يا سوليه؟ انزل لي بيه. سلطه الفتوش دي سلطه سهله خفيفه، حاجه لبنانيه على اصولها، برضو سلطه الفتوش نازله مع اللازانيا يا سوليه. ده الجديده يا سوليه، هو ده الجديده يا سوليه. طبعا سلطه الفتوش يا جماعه بتبقى خيار وبتبقى طماطم وبتبقى بصل اخضر وبتبقى نعناع وعيش محمص. العيش بنحمصه في الزيت او بنحمصه في الفرن بالطريقه اللي انتم شايفين ده، بيتقطع مكعبات وبيبقى طعمها، بتاخد زيت زيتون وبتاخد ملح وبتاخد فلفل وبتاخد بصل وكل الخضار الجميل بتاعنا ده، سلطه لبناني. وهنعمل بقى الفراخ المكسيكي، هتبقى سهله خالص، وهقول لكم طرق او طريقه العمايل ازاي وانا شغال. لو حد حب يستفسر او حد حب يسال كلمونا وابعتوا لنا، وان شاء الله نعمل حاجه مميزه النهارده وحاجه جديده. طيب الفراخ بقى هنعملها ازاي يا سوليه؟ هنجيب صدور الفراخ زي ما انتم شايفين، هنقطعها مكعبات. عارفين يا جماعه التابله او الحاجات اللي احنا بنعمل بيها القرنبيط اللي تبقى دقيق وتبقى بهاراته كده، بس دي هتختلف شويه، اللي هي هتاخد كاري وكركم مع الدقيق ومع البيض ومع الملح والفلفل والكمون، كل خلطه واحده كلها، وهسقط الفراخ فيها يا فاطمه. بعد ما سقط الفراخ هطلع الفراخ احطها في دقيق، وبعدين انزلها بالزيت اقليها، طعمها حلو وطعمها جميل. وبعدين بقى اقطع البصلايه والفلفل الالوان والثوم وكاتشب والسكر وكل الهيصه اللي احنا بنعملها دي، هتطلع طعمها حلو قوي بخضارها، ولادنا هيحبوها، وهتبقى سهله وخفيفه، وكلنا نقدر نعمل الفراخ ده في البيت. اهي زي ما انتم شايفين الفراخ هنقطعها زي فاطمه مكعبات صغيره مش كبيره زي ما انتم شايفين، عشان طبعا احنا عارفين صدور الفراخ ما بتاخدش وقت في السوى، وبنشيل حتى بننزع الجلد من عليها، بنشيل الجلد من عليها علشان تبقى صحيه، ما فيش فيها اي فات، ما فيش فيها اي مشاكل، وده اكلنا. طبعا اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، الاكل يا جماعه، هل انا ممكن اكل كل حاجه وما تعمليش مشاكل في الجسم يا فاطمه؟ ممكن اكل كل حاجه، بس زي ما قلنا واتفقنا في مطبخ النجوم بديكم معلومات، والمعلومات دي صحيه، واسالوا عليها هتلاقوا اللي انا بقوله صح. ايه هي المعلومات؟ كل اللي انت عايز تاكله، مفيش حاجه اسمها دايت. اللي انت عايز تاكله كله يا سوليه كله، بس يبقى الكميات قليله. قليلات يا فاطمه الكميات اللي الجسم محتاجها، مش اللي الجسم مش محتاجها. طيب هل الجسم بتبقى فيه كميات معينه بيحتاجها؟ طبعا. وزي ما قلت لكم اديتكم مثال حي، تانك العربيه مثلا كان بياخد 20 رتل او 40 رتل، اقدر اديله 45 رتل هيجيب على الارض. هو ده الاكل الزياده اللي في الجسم. كل الاكل الزياده اللي انت بتاكله بيضر الجسم، يعلي السكر، يعلي ضغط، يعلي الكوليسترول، وفي الاخر الجسم ما بيستفادش منه بل بيتاذي منه. معانا تليفونات يا سوليه ولا حاجه؟ طيب نروح بقى لاول تليفون النهارده في حلقتنا النهارده، نروح اسكندريه وناخد مدام حنان من اسكندريه. يا مدام حنان.
اسمعيني يا مدام حنان من التليفون ووطي التلفزيون، يبقى كتر خيرك. الو يا مدام حنان، ازاي حضرتك؟ ايوه ازيك يا فندم. اتفضلي. بقول لحضرتك يعني انت جايبك الله بخير على المعلومات اللي انت بتديها لنا كتير. اتفضلي. انا بس طالبه منك طلب. اتفضلي. عايزه بس رقم تليفونك، عايزه اقول لك على حاجه ضروري. اقفلي وكلمينا تاني، والسوليه وبسمه وهايدي واشرف العمده في الكنترول هيديكوا رقم التليفون بتاعي. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. يا جماعه الفراخ انا بقطعها مكعبات يا سوليه اهي، وبعدين هعمل بقى التابله بتاعتها. ايه بقى؟ قلنا الكركم والكاري والملح والفلفل والبهارات الجميله بتاعتنا مع دقيق وميه وبيض. ممكن نحط بيض، ممكن ما احطش البيض يا فاطمه، مفيش مشكله. طب الميه اغيرها باللبن؟ ممكن. طب نخلي ميه بس؟ مفيش مشكله. كل الامور متاحه، كل الاكل سهل، وزي ما قلت لكم الاكل مفيش فيه انتكاسات، او يعني كلنا نقدر نعمل اكل يا جماعه. معانا مين تاني يا سوليه؟ طبعا سوليه على ما طيب نروح سوهاج بقى وناخد ياسمين. ياسمين. الو السلام عليكم. ازيك يا ياسمين؟ الو اخبارك ايه يا ياسمين؟ اتفضلي. والله الله يبارك لك الصراحه، تسلم ايدك. يا رب يسعدك، اتفضلي. انا كنت عايزه حاجتين بس تقول لي عليهم. المكرونه البشاميل عايزه اعملها على طريقه تانية، يعني على خلفي ان انا بعملها كده. عيني. حاضر. حاجه تانية؟ والفراخ، يعني فراخ بالبطاطس. عينينا، فراخ بالبطاطس. شكرا ليك وشكرا لاتصالك يا ست الكل. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين يا فاطمه، كاري، كركم، كمون، ملح وفلفل وبابريكا وكل التوابل الجميله بتاعتنا، هعملها اهي خلطه للفراخ بتاعتي اهي. زي ما انتم شايفين امور سهله والامور بسيطه اهو يا جماعه. وبعدين هحط عليها البيض والدقيق والميه او اللبن زي ما انا عايز. وبعدين هحط اهو، هحط بقى الفراخ، اتبل الفراخ فيها. وبعدين بعد ما اتبلها التتبيله دي هلفها في الدقيق، وبعد ما الفها في الدقيق هنزلها في الزيت. معانا مين يا سوليه؟ نروح بقى ناخد صديقتنا وصديقه البرنامج، ربنا اداها طول العمر والصحه، ام حسن. السلام عليكم يا ام حسن. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام حسن؟ والله انا مش عارفه اعمل معاك ايه من الضوء اللي انت بتدهولي ده. يا رب يسعدك. ربنا يبارك لك يا رب. يا رب يخليكي، اتفضلي. الله يبارك لك، الله يسلم ايدك على كل اللي بتعمله. والله يا رب انا بطمن عليكم بس. شكرا ليك يا ام حسن وشكرا لاتصالك. الله يكرمك. الله يبارك لك. على طول تكلمينا ونستمتع باتصالك. شكرا ليك يا ست الكل. اهو يا فاطمه ضربت البيض، وبعدين بقى ببدا احط الدقيق وانزل بالميه. جبت ميه يا فاطمه؟ القله فين يا فاطمه؟ اهي هنبدا نحط الدقيق بتاعنا كده يا جماعه اهو. سهل الاكل يا جماعه، ما فيش فيه اي مشكله. وطبعا اشيل الازازه. ليه اشيل الازازه؟ ليه دعايه؟ خليها دعايه خالد اهو. احنا بنوري اخواتنا. خالد اللي عنده قله حط قله، مش لازم ازازه يا سوليه. فين مضرب البيض يا فاطمه؟ ما نضرب يا فاطمه بمضرب البيض اهو. حاضر، هشيل الازازه اهو. حاضر. عينينا يا خالد يا سوليه اهو. زي ما انتم شايفين يا سوليه اهو، ضربت البيض، دقيق، كركم وكاري وملح وفلفل وكمون اهو. بعد كده هعمل ايه؟ الفراخ اللي انا قطعتها هنزل بيها في التابله الجميله بتاعتي، اكني بعمل قرنبيط يا جماعه ولا حاجه. معانا تليفونات يا سوليه؟ نروح الفيوم وناخد فاطمه من الفيوم. يا فاطمه. قطعت فاطمه، حاولي تكلمينا تاني يا فاطمه كتر خيرك. نروح السويس وناخد مينا من السويس. يا منى. ايوه يا دكتور. يا منى ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ يا رب يخليك يا منى. يخليك يا حبيبي يا رب. يا رب يسعدك. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. اللي انت قلت عليه بتاع السبع ده وكده، اللي هو اسمه ايه دوت؟ المكبب ده. اللي هو انا مكبب بقى، انا قلت عليه، ما انا مكببات كتير. انا قلت تحط مع المانجا او الافوكادو. الافوكادو ايوه. ده بقى غالي خالص ومش عندنا بقى. خلاص يا حبيب قلبي بلاش، ومفيش مشكله. نحط ايه بقى؟ طيب هنشيل الافوكادو، هنحط فيه مانجا عندك ولا مفيش مانجا؟ في بس بسيط يعني. طيب خلاص، في تفاح. طيب تفاح وموز. مع ايه بقى؟ مع سبانخ.
تفاح وموز وسبانخ. ماشي اوكي. وتديها ميه وتضربي ضربا مربحا حتى تستغيث. شكرا ليك يا فاطمه وشكرا لاتصالك. يا خالد السوليه، هو فاطمه هي عارفه ان انا مش دكتور انا طباخ، بس هي بتضحك يا خالد. وبعدين والنبي يعني رجاء من اخواتنا اللي بيتصلوا بينا، المتابعين المشاهدين المحبين لينا، لما تكلمونا وطوا صوت التلفزيون واسمعونا من الراديو كتر خيركم. شكرا يا سوليه. معنا مين يا سوليه؟ نروح بقى كفر الشيخ وناخد صديقتنا عبير. يا عبير. السلام عليكم. ازيك يا عبير، اخبارك؟ ازيك يا سيف؟ اتفضلي. انا عايز اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. انا عايز اعرف الرياضه اكل قبلها بقد ايه وبعدها بقد ايه. الله عليك. وفي الرياضه اشرب ميه ولا لا؟ شكرا ليكي، شكرا ليك. هقول لك دلوقتي حالا. طبعا وانت تتفرجوا عليا هتقولوا لي انا ضارب ليه مستردل النهارده؟ طبعا انا ضارب مستردل النهارده يا فاطمه، عشان انا بعمل هو ده الجديد بتاع مطبخ النجوم، لازم الصوصات والكوكتيلات تمشي مع التيشيرتات. طبعا يا جماعه الناس اخواتنا اللي بيلعبوا رياضه، الرياضه قبل يعني عشان اعمل رياضه ما باكلش حاجه قبلها بساعتين او ثلاث ساعات. طب لو انا اكلت ورحت التمرين يا فاطمه هرجعها والعضله مش هتستفاد. كل يعني الاكل كله الدم بيروح لعضلة البطن، ما بروحش للعضلة ذات نفسها، بيروح للبطن عشان البطن بتهضم فيها أكل. طب لو البطن فاضية يروح للعضلة على طول، يضخ في العضلة. طيب بعد التمرين بقد إيه؟ بعد التمرين بنص ساعة أكل. طب وقت التمرين أشرب عصير أو أشرب مية؟ اشرب مية واشرب عصير مفيش مشكلة، عشان ميجيلكش جفاف، لأن أنت كده كده بتعرق وقت التمرين، فعشان يبقى الجسم فيه انرجي وفيه حركة وتقدر تتحرك ورئك مش ناشف، خد عصير خد مية مفيش أدنى مشكلة خالص. طيب معانا حد يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد صديقتنا ام احمد من اسكندريه. يا ام احمد. ازيك يا شيف رائع؟ ازيك يا ام احمد، اخبارك؟ الحمد لله كويس، انت عامل ايه؟ انا كويس، طول ما انت كويسه. الحمد لله، ربنا يخليك ويبارك فيك. يا رب يسعدك، اتفضلي يا ام احمد. ماشي، انا بسلم عليك. يا حبيب قلبي. على الاعداد كوزرو. يا حبيب قلبي ما نتحرمش منك يا ام احمد. ربنا يخليك يا شيف رائع. شكرا ليكي، شكرا ليكي واتصالك. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين يا سوليه اهو ضربنا اهو، اتخلطت يا فاطمه، سيبناها نص ساعه يا فاطمه يبقى كتر خيرك. ثلاث ساعات يبقى الوقت خلص يا سوليه. لا مش هنسيبها ثلاث ساعات، انا هشتغل بيها على طول يا فاطمه اهو. طيب بعد ما نعملها كده يا اولادنا يا حبايبنا يا اخواتنا اللي بتتفرجوا علينا، هنعمل ايه؟ دقيق، هنفرش دقيق ونطلع يا فاطمه، نلف في الدقيق ننزل في الزيت. طيب ممكن ناكلها بقى من غير البصل والطماطم والجو اللي انا هعمله ده، ممكن تتاكل كده مفيش مشكله، بس انا هعمل لكم بقى ايه، هكمل الاكله ببصل مبشور وفلفل الوان وفلفل روم، اخدها صدمه في الطاسه وانزل بالفراخ مع شويه الصوصات بقى من تحت اللي هو الخل والسكر والكاتشب والجو ده يديها. طب انا مش عايز اديها كاتشب ومش عايز اديها العسل ولا سكر، ينفع؟ ممكن، كل الامور متاحه والاكل مزاج. عايز تاكل اكل سبايسي، عايز تاكله دلع شويه، ملحه كتير شويه، توابله عاليه، توابله قليله، دي حريه شخصيه ليك انت، زي ما تحب، انا بقول لك الوصفه واللي يمشي معاك انت اعمله. اهو تبلتها كده يا فاطمه، بسيبها بقى وبنساها شويه، ولو ما فيش وقت زي عندنا كده ممكن نشتغل فيها على طول، ممكن نشتغل فيها على طول، لونها بيطلع برونزي، لونها بيطلع جميل وحلو، وكلنا نقدر نعمل كده يا فاطمه، كلنا نقدر نعمل كده. معانا حد يا سوليه؟ نروح القاهرة وناخد أم قمر من القاهرة. يا أم قمر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أم قمر؟ ازيك يا سيف؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. لو سمحت يا سيف أنا كنت عايزة أسألك سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. أنا كنت ماشية على نظام دايت بسبع خطوات بتاع تالي فؤاد. أه. وحسيت 42 كيلو في ست شهور. ما شاء الله عليكي. بس أنا حاليا حامل في خمس أسابيع. أه. فمش عاوزة أتخن. فايه النظام اللي انا امشي عليه واعمل ايه؟ طيب وهل الشوفان غلط؟ انا بعمل عيش الشوفان وبذر الكتان غلط وانا حامل ولا عادي؟ لا الشوفان مفيش فيه مشكله، الشوفان جميل، الشوفان مفيد، الشوفان نسبه الفات فيه شبه معدومه وحاجه كويسه مغذيه مفيش فيها مشاكل. طب انت حامل، الحمل ده بيبقى محتاج طبعا عشان الجنين، بيضحكوا عليه تقول لي تاكل كتير عشان الجنين يكبر والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. انت جدول الاكل اللي انت بتمشي عليه زي ما قلنا يا فاطمه، المعده بتتعود على كميه الاكل اللي انت بتعود المعده عليها، زي لو انت عندك بالونه بتديها شويه هواء ممكن تديها اكتر من كده تنفخ معاك. طب لو الهواء قل تحس ان هي مرهرطه كده مش ماسكه نفسها، هو ده اللي بيحصل للمعده.
عودي معدتك وعودي جسمك على الاكل، التنوع في الاكل. الحمل محتاج تنوع في الاكل. يعني ايه التنوع في الاكل؟ يبقى فيه خضار موجود في اكلك، يبقى فيه فاكهه موجوده في اكلك، يبقى فيه بروتين موجود في اكلك، يبقى فيه نشويات موجوده في اكلك، يبقى فيه سكريات موجوده في اكلك. كل ده بس مش كميات كبيره، الكميات اللي الجسم يستفيد منها. تنوعي في الاكل وامشي زي ما انت ماشيه، ما فيش فيه مشكله. هتلاقي الجنين صحته او وزنه الطبيعي، يعني وزنه لما بتولده وربنا يكرمك كده، الوزن الطبيعي بتاع البيبي او الجنين اللي نازل وزنه طبيعي 10 على 10. حتى اللبن لما بتيجي ترضعيه موجود، لان انت بتتغذى كويس. الغذاء مش بالكميه، الغذاء بالتنوع. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. زي ما انتم شايفين بنعمل الفتوشه اهو يا جماعه، خيار وطماطم وقلنا بقدونس وبصل اخضر وفلفل رومي ونعناع وكابوتشا، وبياخد التوابل بتاعته بقى زيت الزيتون، وبياخد الثوم المبشور، وبياخد الملح، وبياخد الفلفل. الامور سهله والامور بسيطه، وكلنا نقدر نعمل فانتوش ولا الفتوش زي ما انتم عايزين. اهو يا سوليه معنا. مين يا سوليه؟ نروح المعادي وناخد ام مريم من المعادي. يا ام مريم، يا ام مريم ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اسمعيني من التليفون يبقى كتر خيرك. ازيك ازيك يا ام مريم، اخبارك؟ انا والله انا مبسوطه خالص ان انا بكلم حضرتك. والله ده انا اللي في قمه سعادتي وانت بتكلمينا. انا مبسوطه خالص والله ان انا بكلم حضرتك. يا رب يخليكي. وطي التلفزيون بس عشان نقدر نتواصل مع بعض. اتفضلي. بنتي مريم عندها 8 سنين بس هي مش بتحب الاكل. اه. ووزنها قليل شويه، فانا عايزه لها وصفه حلوه كده تخليها تسخن يعني وتحب الاكل. عندها كام سنه ام مريم؟ عندها 8 سنين. 8 سنين وما بتاكلش كويس. ما بتاكلش يعني ما بتحبش الاكل قوي. طيب حاضر، شكرا ليك يا ام مريم، وهنقول لك دلوقتي. حاضر. طبعا يا جماعه زي ما قلنا هم ولادنا نبدا يعني نضحك عليهم شويه. نضحك عليهم شويه ازاي؟ بالاطباق اللي احنا بنقدم فيها الاكل شويه. شوف هم بيحبوا ايه. ميكي بيحبوا توم وجيري، بحب يعني هات الاطباق مرسوم عليها الاشكال او الشخصيات المقربه اليهم او اللي هم بيحبوها، وابداي غيري في اكلك. يعني ايه غير في اكلك؟ ما تبقيش ثابته او عندك رتم ثابت ما بيتغيرش في الاكل. بانيه ومكرونه، معرفش شويه رز بالشعريه وبطاطس. لا، تنوعي في الاكل. تنوع في الاكل ازاي؟ ممكن بطاطس مهروسه تعمليها بشكل مختلف، ممكن المكرونه تنوعيها تعمليها بشكل مختلف. تشوف الفراخ بتعمليها لو انت متعوده اللي انت بتسلقيها، او انت بتعمليها صينيه، او لا طب نبدا نغير لهم حاجه تانية. الاكل كتير والافتكاسات كتير في الاكل، ما تبقوش مملين في الاكل والعيال تزهق من الاكل. واضحكوا وحاولي تاكلي بنتك يعني مريم وهي بتتفرج على مسلسل او بتتفرج على كرتون ولا حاجه، حاولي تاكليها في الوقت ده. يعني حاولي تاكليها في وقت اللعب اللي هي بتلعب فيه، لانها بتبقى مش مركزه في الاكل، فهتاكل كتير مش هتركز. وان شاء الله يبقى يعني تستجيب معاكي واللي جاي يبقى احسن. شكرا ليك يا ام مريم وان شاء الله خير. معانا مين يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد عصام من اسكندريه. يا عصام. السلام عليكم. ازيك يا عصام يا صديقنا؟ ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ يا رب يسعدك يا عصام، اتفضل. انا بكون في اسعد حالاتي وانا بكلم حضرتك يا والله. يا رب يخليك يا عصام. ربنا يبارك فيك وفي اسرتك الكريمه وكل اسره البرنامج ان شاء الله. يا رب يخليك يا عصام، اتفضل. انا عندي كده اقتراح يا شيف، كده قلت اعرضه على حضرتك. اتفضل. لو كان من الممكن يعني طرحه في البرنامج. اتفضل، ده شرف ليك. اتفضل. ايه راي حضرتك لو كل يوم مثلا بتعمل حاجه معينه، مثلا المنيو بتاعها مثلا محدد، شراؤه افضل مثلا لو كان مجمد او لو كان فريش. شراؤه افضل لو كان من ماركت كبير او كان من السوق العادي. شراؤه بيتراوح ما بين كام وكام، بحيث مثلا في الاخر بنقول توصل الوجبه مثلا هيتكلف كام، بحيث رب او ربه الاسره هيعرف ان الوجبه دي تكلفتها مثلا من كام لكام كده مثلا. ده هيدي فرصه برضو للمشاهد ان هو يتابع بشكل اكبر. اتفضل. ويقدر يحدد مدى استفادته من الوجبه اللي حضرتك بتقدمها. طيب موضوع جميل يا عصام، موضوع شيق. ان شاء الله نراجع مع يعني فريق الاعداد وبرودوسر برنامج السوليه، وان شاء الله نبدا نشتغل على كده. شكرا ليك يا عصام، ومعلومه حلوه او نصايح حلوه ان شاء الله نبدا نشتغل عليها. شكرا ليك يا عصام، اشتغل على كده يا خالد السوليه انت وفريق العمل. طيب معانا مين تاني يا سوليه؟ نروح اسكندريه، او احنا لسه في اسكندريه، وناخد محمود من اسكندريه. يا محمود. ايوه. الو يا محمود، ازيك؟
ازيك يا شيخ؟ اخبارك ايه يا حوده؟ انت لسه صاحي من النوم ولا ايه؟ لا. طب يا حبيبي اتفضل. ممكن بس تعرفنا بس ازاي نعمل المكرونه البشاميل؟ المكرونه البشاميل على طول، اسمعني من التلفزيون هقولها لك دلوقتي على طول. شكرا ليك يا حوده. البشاميل يا جماعه زي ما قلنا، البشاميل بتتعمل ازاي يا فاطمه؟ بنجيب اللحمه بنعصقها ببصل مبشور وتوم مبشور وجزر مبشور. عصقنا اللحمه ونزلنا بصلصه الطماطم عليها او طماطميه فريش وضربنا صلصه نزلناها او صلصه بوريه زي ما انت عايز. تاخد سنه سكر، معلقه شاي سكر صغيره، وتاخد التوابل بتاعتها. بنسلق المكرونه في الجنب الثاني. نزلنا بعد ما المكرونه اتسلقت نزلنا على اللحمه المعصقه بالبصل والثوم والجزر والطماطم، نزلنا قلبناه كله على بعض وجبنا صينيه حطيناها. البشاميل اللي بيتعمل ازاي؟ بشاميل بيبقى زبده ودقيق ولبن، بنضربه كويس ضربا مربحا. اول ما بتسيح الزبده بنبعد عن النار شويه عشان ما تزقلطش مننا، وبعدين بننزل على المكرونه بالبشاميل، اللي بحط جبنه رومي وجبنه موزاريلا وادخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق وربع ساعه، تطلع وشها احمر وجميل. شكرا ليك يا حوده وشكرا لاتصالك. معانا مين يا سوليه؟ نروح مطروح وناخد ياسين صديقنا من مطروح. ياسين ازيك يا ياسين؟ وطي التلفزيون يا ياسين. ازيك يا عمو حبيبي؟ ياسين اتفضل. حاضر. شكرا ليك. حاضر اتفضل يا حبيبي. عايزين طريقه البسبوسه. بسبوسه عينينا يا ياسين. حاضر شكرا ليك يا ياسين. هنعمل امتى يا خالد الحلو؟ يا خالد الحلو حلو خالد الاسد. حاضر شكرا ليك يا ياسين. شايفين يا جماعه الفتوش بيتعمل ازاي؟ اهو خد النعناع وخد البقدونس وخد البصل الاخضر وخد الخيار وخد الطماطم وخد الفلفل الرومي، وهنديله التوابل ونبدا بقى. يعني السلطه كده واقفه على ايه؟ على شويه الدريسن بتاعها. ايه هو الدريسن ده؟ اللي هو زيت الزيتون والبصل المبشور والملح والفلفل والليمون والخل، وتبقى جاهزه. والعيش المحمص اهو هنقطعه ونحطه عليها، هو ده الفتوش اللبناني. العيش المحمص ده ممكن نحمصه في الزيت او ممكن نحمصه في الفرن زي ما انتم عايزين. طعمه جميل، طعمه حلو، طعمه خفيف. ونبدا بقى يا فاطمه، نبدا نشتغل في الاكل المكسيكي او الفراخ المكسيكي اللي احنا لو عملناها لاطفالنا هيحبوها. وتغيير اهو. ايه التغيير؟ اهو اللي انا عملته ده. طيب نعمل ايه يا فاطمه؟ هنجيب الدقيق بقى ونبدا نلف زي ما انتم شايفين كده اهو. الامور سهله لو حد بيتفرج علينا يعمل اللي احنا بنعمله اهو. يا سوليه الدقيق منخول ولا دقيق عادي يا سوليه؟ دقيق عادي يا خالد يا سوليه اهو. اسئلتك يا سوليه الله اكبر عليك. يعني صاحي صاحي يا صاحبي صاحي يا صاحبي اهو. طيب هنبدا نعمل ايه بقى؟ هنطلع من هنا يا فاطمه ونبدا نلف في الدقيق اهو، ونشوف طبق تاني نطلع عليه. وفي نفس الوقت الزيت بيعمل ايه يا سوليه؟ الزيت بيغلي اهو. نحط في البوله اهوت كمان على جنبنا اهو. لو في طبق يا فاطمه تجيبه لنا. انا فلفل دي هيني اهو. ثواني عينيا يا سوليه، بظبط الوقفه اهو عشان السوليه بيقول لي ايه الوقفه مش مظبوطه. دي اهو كده سوليه. هنبدا يا فاطمه نعمل ايه اهو. هات لنا شويه دقيق تاني يا فاطمه يبقى كتر خيرك اهو. يا جماعه الامور سهله وبسيطه، ومعنا تليفونات السوليه واحنا شغالين كده عشان ما تبقاش السوليه الشغل ممل. دخل التليفونات يا اخي عشان يعني استمتع بمكالمات اخواتنا. نروح البحيره وناخد مروه. يا مروه. يا مروه ازيك؟ كويس الحمد لله. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عامل ايه؟ ايه رايك في الاكل اللي احنا بنعمله النهارده ده؟ عايزه لو سمحت عايزه طريقه البيتزا. البيتزا؟ عينينا. حاضر شكرا لك. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. يا سوليه جهز لي الحاجات دي يا سوليه، احنا بنجاوب عليها كتير يا سوليه، بنجاوب عليها كتير. يعني البيتزا دي انا جاوبت عليها 10 مرات امبارح لحد لما ريقي نشف. ولا انت عايز تتعبنا يا سوليه؟ طيب البيتزا يا جماعه زي ما قلنا يا فاطمه هنعمل ايه؟ هنجيب الدقيق نديله رشه ملح ورشه سكر ومعلقه زيت، ونجيب الخميره كوبايه ميه دافيه نحط فيها الخميره اول ما تفور ننزل بيها في الدقيق، ونعجن العجينه ونسيبها لمده نص ساعه او ساعه تريح، ونبدا نشتغل بيها. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. جبت الدقيقة يا فاطمة؟ معانا مين يا سولية؟ نروح الشرقية وناخد محمود من الشرقية. يا محمود. أيوة يا شيخ. ازيك يا حودة؟
صباح الفل يا سيدي. صباحك زي العسليات، اتفضل. مصبع عليك بس يا احلى كده يا حبيب قلبي يا حوده، على طول كده اتكلمنا على طول يا حوده. ربنا يخليك يا سيدي، نورنا والله. شكرا ليك يا حوده وشكرا لاتصالك. شكرا ليك يا حبيبي، اتفضل. طبعا فاطمه بتجيب الدقيقه يا جماعه اهو، والامور سهله، ما تصعبوش الاكل، الاكل سهل، كلنا نقدر نعمل اكل، ما فيش فيه حاجه. اهو عبله واديله يا سوليه اهو يا جماعه. خدت ايه؟ ما خدتش وقت معانا ولا خدت اي حاجه. معانا مين يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد اماني من اسكندريه. يا اماني. الو سمعتي؟ ازي حضرتك يا سيدي؟ ازيك يا اماني، اخبارك؟ الحمد لله تمام. حضرتك انا واخده بقالي 3 شهور بعمل رياضة عباره عن تمارين مقاومه. حلو. المشكله بتطلع لي عضل. بيطلع لك عضل؟ اه. وانت مش عايزه يطلع لك عضل؟ اه. طيب بص يا ست، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. العضله بتطلع ازاي يا جماعه او بتجمد ازاي؟ زي ما قلنا، لو انا عايز انشف العضله بلعب وزن خفيف تكرار، لو عايز اكبر حجم العضله بلعب وزن تقيل عدد قليل. طيب انت بتلعب رياضه ومش عايزه العضله تكبر عندك او تنشف عندك، ما تكرريش، ما تعمليش تكرار، يعني اعملي الرياضه مجرد رياضه بس مش تكرار، ما تجيبيش عدد. يعني ايه ما تجيبش عدد؟ يعني لو انت مثلا بتلعبي بطن ما تجيبيش، يعني ما تلعبيش عدد كتير، العبي اللي هم 4 مجاميع المجموعه ب 10 عدات. ما تزوديش اكثر من كده، البطن تبقى مشدوده وماشكه نفسها وما فيهاش عضله، يعني بتخس بتحرق الفات اللي فيها والعضله ما تطلعش فيها. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. معانا مين يا سوليه؟ نروح اسيوط وناخد ام اسلام من اسيوط. يا ام اسلام. يا ام اسلام. يا ام اسلام ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اخبارك ايه؟ والنبي يا جماعه، اخواتنا حبايبنا اللي بيكلمونا وقت الاتصال يوطي التلفزيون ويسمعونا من التليفون، يبقى كتر خيرهم. وانا بعمل مستارده كده. اتفضلي يا ست الكل. الو، عايزه اصحى تحرق الدهون يا شيخ. تحرق الدهون؟ عايزه اصحى يا دكتور تحرق. حاضر، شكرا ليك وشكرا لاتصالك. خدي شمر مغلي اغليه وانقعيه في الميه لمده 12 ساعة، خديه الصبح على الريق وخدوه قبل النوم، او ميه شعير او ميه بصل. امور سهله وبسيطه، بس زي ما قلنا وزي ما اتفقنا عشان ما تقولوش رفعت بيضحك علينا، ايه هو اللي احنا نعمله؟ لا يمكن يا فاطمه حرق الدهون او الجسم يتظبط مجرد اللي انا باخد وصفات لحرق الدهون وخلاص. اي حد يقول لكم كده بيضحك عليكم. طيب نعمل ايه؟ زي ما قلنا، عدد ساعات نوم محترم اللي هو من 6 لـ 8، زائد تنظيم الاكل، ما تعملش دايت، نظم اكلك، تنوع في الاكل بكميات قليله، رياضه، والمشاريب بقى حرق الدهون. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. يا فاطمه بتقولي حاجه ولا ايه؟ معانا مين؟ نروح الاقصر وناخد ايمان من الاقصر. يا ايمان. يا ايمان. جمال. يا جمال. يا ايمان. جمال. يا جمال. عامل ايه يا باشا؟ ازيك يا جمال، اخبارك؟ يا جمال. ما توطي التلفزيون شويه يا جمال والنبي. يا جمال. شكرا ليك. ونروح بقى المنصورة وناخد آية من المنصورة. يا آية. السلام عليكم. ايه فيك؟ ازيك يا آية، اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. الحمد لله تمام. وطي التلفزيون. حضرتك سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. عايزاي حضرتك تقول لي بس وصفه، انت كنت قلت لي وصفه للسعر قبل كده وانا وزدت عليها وحلوه وكل، بس انا عايز بقى وصفه اللي انا اتخن شويه. عايزه تتخني شويه؟ عينيا. حاضر، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. قلنا يا جماعه اخواتنا النحاف اللي عايزين وزنهم يزيد يا فاطمه هيعملوا ايه؟ لازم الاول يا فاطمه نتاكد ان مفيش فيه نسبه انيميا في الجسم. لازم نعمل كده عشان بس نتكلم كلام علم شويه، مش الموضوع اللي احنا بنعبي وقت او بنرغي وخلاص. لازم نشوف في انيميا ولا مفيش انيميا. طيب مفيش انيميا، طيب تمام، نعمل ايه بقى؟ زي ما قلنا هنبدا ناخد المشاريب اللي هي بتزود الوزن شويه، وبتبقى عباره يا سوليه عن ممكن ناخد لبن مع عسل اسود او نضيف لهم بطاطا. البطاطا حلوه برضو وحاجه مفيده
اي بطاطا يا خالد، صفرة بقى، حمراء، بيضة، زي ما انت عايز، ده برضو يظبط الدنيا معك. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طيب نروح بقى ناخد صديقنا خالد من القاهرة. يا خلود، يا خلود. ايه ساعة الباشا، صباح الفل. ازيك يا خلود؟ ازيك يا شيف رفعت، عامل ايه؟ صباحك زي العسل يا خلود. والله احلى صباح، والله احلى شيف في الدنيا، واحنا بنتعلم منك كتير، وعندنا البيت والله على طول التلفزيون، والبرنامج بتاع حضرتك رقم واحد. يا رب يكرمك ويسعدك. احنا كنا بس لينا بس حضرتك الحاجات المهمة، حتة حرق الدهون والتمارين، لو حضرتك تنزل كتيب الكلام ده، او الكلام ده يكتب يبقى مكتوب يبقى افضل، بحيث ممكن هم يكتبوه وراك. طيب باذن حضرتك. طيب عيني، شكرا ليك، شكرا ليك وشكرا لاتصالك. ده اللي انا بكلمك فيها خالد، اللي احنا عايزين نعمل لشويه الرياضه اللي احنا كنا بنعملهم يا خالد، وانت بتقول لي في مشكله في السيت اب بتاع الكاميرات وكده. شوف لي الموضوع ده يا خالد، انا ما عنديش مشكله يا خالد، اللي كل اخر 10 دقائق اسلام، كل 10 دقائق اسلام من البرنامج، يعني في نهايه الحلقه ممكن نعمل كده، نعمل رياضه، واخواتنا اللي بيتفرجوا علينا اللي يقدر يعمل رياضه يعمل رياضه سهله مش صعبه يا سوليه. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل الخلطه بتاعت الفراخ اللي انا قلت لكم عليها، بقطع فلفل الوان، وبقطع بصل، وبقطع فلفل رومي، والامور سهله والامور بسيطه. ومعانا مين يا سوليه؟ طيب نروح الفيوم وناخد انتصار من الفيوم. يا انتصار، يا انتصار، يا انتصار. ايوه انا عندي مشكله في البطن عاليه شويه. ايوه يا دكتور سمعت. عندك البطن عاليه؟ ايوه. طيب يا حبيبتي شكرا ليك، هقول لك دلوقتي على طول. زي ما قلنا يا فاطمتين وبسمه اللي بيسمعونا، والسوليه واخواتنا المشاهدين، اضعف عضله واصعب عضله تاخد وقت كبير قوي عشان تظبط البطن، ده ريهام سعيد، تاخد وقت كبير قوي عشان تظبط البطن. طيب وسهل قوي اللي تصحى من النوم تلاقي عندك كرش، يا خبر ابيض. طب ايه بقى، ايه الكيمياء يا عم؟ انت بتقول لي لغز. لا، هي المعده زي البالونه، كل ما بتديها، وخلي بالك ما تاكلش وتنام، لان وقت النوم كل الاجهزه بتبقى واقفه ما عدا القلب والمخ بس هما اللي شغالين، وكل الاجهزه واقفه. طب اللي بياكل ونام ده بيعمل له ايه؟ بيزود الكوليسترول، يزود الضغط، يكبر الكرش، يعمل مشاكل كتير قوي. طب زي ما قلنا عشان اخد بطن مثاليه كويسه شكلها حلو لما ابقى البس قميص او البس بلوزه او خارجه ما عنديش مشكله في الجناب وما عنديش مشكله في البطن، اعمل ايه؟ لازم التنوع في الاكل بكميات اللي انت محتاجها، ما تاكلش اكتر من طاقتك. سبحان الله يا اخي، يعني الامور يعني خلي الدنيا تمشي كده حتى يبقى تقدر تتنفس، او تقدر حتى تروح مشوار اسلام تبقى الامور سهله، انما احنا الله اكبر علينا. تروح تخلص شغل يا فاطمه وتروح تلاقي المدام عامله لك حله المحشي، تضرب عز رجلين يقوموك من على الطبليه او من على الارض. الله، طب انت يا عم تعمل في نفسك كده ليه؟ ما تاكل شويه وبعد ساعتين ثلاثه تاكل كمان شويه، مفيش مشكله خالص، انما ما تملهاش مره واحده. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. معانا مين يا سوليه؟ نروح الجيزه وناخد امنيه من الجيزه. يا امنيه، الو. ازيك يا امنيه؟ الحمد لله. اتفضلي. حضرتك احنا عندنا مشكله في البطن، عاوزين وصل البطن. طيب حاضر. وللنحافه. وللنحافه، شكرا ليكي. شوف بقى، هي عندها مشكلتين في مشكله. ايه مشكلتين؟ اللي هي نحيفه بس عندها كرش، او عندها بطن كبيره. طب البطن الكبيره دي تيجي منين يا اسلام؟ زي ما قلنا البطن الكبيره تيجي من شرب السوفت درينك اللي هو كولا، سبرايت ومشتقاتها، اكل الشوكولاتات يبهدل الدنيا ويكبر البطن، اكل والنوم يكبر البطن. طيب نعمل ايه؟ زي ما قلت لكم كده، نتحكم في كمية، زائد اللي احنا نعمل شويه تمارين. انا قلت لكم البطن سهله اللي احنا نعملها حتى واحنا عندنا على الكرسي. طب لو في جنبي، لو الجناب اللي احنا عندنا المشكله دي كلها، تبقى لابس بنطلون او لابسه جيبه تلاقي الحتتين دول ضاربين منك. طب نعمل ايه؟ اهو قلت لكم وانا واقف اهو يا خالد يا سوليه، وانا واقف بطلع وبنزل، اهو بطلع وبنزل، وانا واقف حتى بتكلم مع واحد صاحبي ولا حاجه، اهو، او بتفرج على ماتش كوره، او بتفرج على مسلسل ولا اي حاجه، زي ما انا شغال اهو. الامور سهله والامور بسيطه، وبعدين ابدا الف تاني، اهو سهله اهو. هي دماغ يا جماعه، مش اكتر من كده، بس احنا مشكلتنا اللي احنا عايزين ننام ونصحى من النوم الجسم مش ظبط، تلاقي العضله بتاعت الكتف مليانه، بطن مفيش، رجل مش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده.
ما ينفعش اشرف يا عمده الكلام ده، بالله عليك يا عمده لازم رياضه. الزيت يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، ونبدا ننزل بالفراخ بتاعتنا الجميله اهو. شايفين الاكل سهل ازاي؟ بكلمكم وبلعب رياضه وباخد مكالمات وبعمل الاكل، امور سهله وبسيطه، بس احنا بنستصعب كل حاجه اهو. يلا معانا مين يا سوليه؟ طيب سوليه باين ينام ولا ايه؟ يا سوليه نروح كفر الشيخ وناخد مين؟ ام فاطمه. يا ام فاطمه. الو. ازيك يا ام فاطمه؟ انا سلام عليك. اخبارك ايه؟ انت نايمه نايمه ولا ايه؟ لا مش صايمه ولا حاجه. طب اتفضلي. لا مش نايمه. اتفضلي يا حبيبتي سامعين. طيب قول لحضرتك يا شيخ، ايه رايك في بذور الكرتونه لسد الشهيه؟ ايه يا فندم؟ بذور الكرتونه لسد الشهيه. لسد الشهيه؟ بذور ايه؟ وطي التلفزيون شويه عشان اقدر اسمعك. ها بذور ايه؟ طيب معاكي. بقول لك بذور الكرتونه لسد الشهيه. سامع يا سوليه بذور ايه يا سوليه؟ ها يا حد بذور الكرتونه. الكرتونه حد سامع يا ولاد؟ الكرتونه اللي هي ايه الكتان؟ لا هي مش الكتان، هي زي الكتان، هي التنفش وبتعمل ماده جيلاتينيه كده بتسد الشهيه. طيب يعني انا عشان برضو برضو للامانه والمصداقيه انا ما اعرفش البذور، عشان اديكي معلومه اقول لك بتفيد او بتضر، انا ما عنديش يعني ما اعرفوش فسامحيني يعني، بس انا ممكن اسال واشوف يعني. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو الاكل بتاعنا جميل، الاكل بتاعنا سهل، الاكل بتاعنا ممتع، كلنا نقدر نعمل كده يا هدى في البيت، كلنا نقدر نعمل كده. مراغي بطل لعب يا مراغي. طيب معانا مين يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد ايمان من اسكندريه. يا ايمان. الو ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ايمان اخبارك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا مش هصدم واعجبين حضرتك كله. يا رب يسعدك ويخليكي. الله يخليكي. والله انا كان عندي بس ايه سؤال لحضرتك. اتفضلي. ما توطي وطي التلفزيون شويه. انا نحيفه، انا نحيفه جدا، بس انا ايه عايزه حاجه، عايزه حاجه ايه يعني ايه تسخني، بس انا عندي، بس انا ايه عايزه حاجه ما تاثرش على الجن عشان انا ايه حامل. انت حامل؟ اه. خدي لبن لبن وعسل اسود. لبن وعسل إيه؟ لبن وعسل اسود. سامعاني ولا لا؟ لبن وعسل اسود؟ اه. بس انا جربته قبل كده ما عملش معايا يعني ما جابش معايا نتيجه. ضيفي لهم بطاطا، عارفه البطاطا؟ بطاطا. بطاطا. بطاطا اه. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. شايفين يا جماعه الاكل طالع عامل ازاي؟ طب حد بقى يقول لي هو انا ممكن اكل الفراخ دي كده؟ اه ممكن تاكلها كده من غير ما نعمل لها الخلطه. اه ممكن من غير بقى ما نعمل لها البصل والفلفل الالوان والكاتشب والعسل والجو ده ممكن تتاكل كده اهو. كل الحلول موجوده، ما بصعبش عليكم حاجه زي ما انتم شايفين. وبنزل اهو. معانا مين يا سوليه؟ نروح المنيا وناخد زينب من المنيا. يا زينبو. ازيك يا شيخ رفعت؟ ازيك يا زينبو؟ عامل ايه يا شيخ؟ انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. عايزه وصفه تكون حلوه للتخسيس. وصفه حلوه للتخسيس. حاضر يا زينبو، شكرا ليك وشكرا لاتصالك. انا عايزه طريقه عمل لانشون الفراخ. لانشون الفراخ، عينينا يا زينبو، شكرا ليك وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه بصوا شايفين كميه الاتصالات قد ايه؟ عايزين نخس وعايزين نزيد، عايزين نخس وعايزين نزيد. طيب هل ممكن اخس وممكن ازيد؟ اه ممكن ازيد وممكن اخس، ممكن اظبط الجسم ممكن اظبط الجسم. بروشتات كلنا نقدر نعملها. ايه هي الروشتات اللي احنا نقدر نعملها؟ اللي معدل الحرق بتاعنا يزيد شويه، الاكل يتظبط، عدد ساعات النوم، مشاريب حرق الدهون، تلاقي الجسم اتظبط. طيب لو انا عايز الجسم يزيد سهله، هناخد الحاجات اللي احنا قلنا عليها، هنعلي في نسبه معدل الاكل شويه، بس الاول نتاكد اللي مفيش انيميا في الجسم. اتاكدنا نبدا نعلي معدل الاكل شويه مع الرياضه. لو انا عليت معدل الاكل مع الرياضه ازيد وعدد ساعات نوم تقدر تزيد. طب لو انا عنده سكر والسكر بيعلى وينزل يا هدى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نقول احنا نعمل ايه؟ كل خلينا متفقين اللي احنا كلنا عندنا سكر وعندنا ضغط. في حاجات معينه كده زي اللوز وزي البواسير وزي الحاجات دي كلها موجوده، وازاي ده كلها موجوده عند الناس كلها.
بس ده بيبقى مرض مزمن ازاي او ده صاحب مرض ازاي لو النسبه عليت عنده. طب النسبه بتعلى ازاي؟ بلخبطه الاكل، مفيش جدول اكل او تنظيم اكل، فتلاقي السكر عالي، تلاقي الضغط عالي. طيب مفيش محافظه على الجسم، فتلاقي اللوز احتقنت او في احتقان في الزور، الجو تراب ومش عارف ايه، وانا طلعت كنت في سخن وطلعت البارد، او ما ظبطتش نفسي قبل ما اطلع وما عملتش حسابي، فالامور كلها تخرج عن ايدينا. طب الامور دي كلها تتظبط ازاي؟ في ايدينا اللي انا اظبطها، في ايدينا اللي انا اظبطها. طب مريض السكر اللي بياخد انسولين او بياخد التابلت ده، هو ممكن ما يعلاش عليه السكر لا ينزل ولا يعلى؟ طب ازاي يظبط الاكل؟ ياخد اللي الاكل طبعا. هتقول لي يصوم؟ لا ما يصومش، ياكل اللي هو عايز ياكله، بس زي ما احنا قلنا كميات قليله والتنوع في الاكل. يعني ايه كميات قليله؟ ما ياكلش حله رز او حله مكرونه او حله محشي. يا عم خد اللي انت هتستفيد منه بس، ما تاخدش اكتر من كده، مش هتتعب، لا السكر هيعلى ولا هينزل ولا الضغط هيزيد. معانا مين يا سوليه؟ نروح المنوفيه بلد الابطال وناخد ام محمد. يا ام محمد السلام عليكم. ازيك يا ام محمد، اخبارك؟ ازيك يا شفافه، عامل ايه؟ يا رب يسعدك، اتفضلي. انا من اشد المعجبين والله العظيم. يا رب يخليك، اتفضلي. يوميا بتفرج عليك انا وجوزي والله. وانا ما باجيش يوميا، انا باجي يوم ويوم، ولا اتفرج على الاعاده. لا امبارح كنت موجود واتفرجت عليك. طيب اتفضلي يا محمد. انا كنت عايزه طريقه الحمام المحشي لو سمحت. عينينا، حاضر. حاجه ثانيه؟ لا نزلها على الشاشه الله يبارك لك. عينينا. انا موجوده اهو قدامي ومش عارفه اعمله. عينينا يا حبيبي، المحشي استوى. طيب شكرا ليكي، شكرا ليكي. طبعا يا جماعه الحمام زي ما قلنا فاطمه، الحمام بنعمل له الفرسه بتاعته، ويعني في ناس عايزاها على الشاشه. طب عايزاها على الشاشه دي، الاوبشن ده مش موجود دلوقتي يا ابو محمد. طب اقول لك يا ابو محمد، خلي المحشي في الحله، خليه لبكره، لبكره. شكرا ليك يا ابو محمد. طيب في ناس يا سوليه تسوي النص الرز مع الفرسة. طبعا الفرسة بتاعته بيبقى بصل مبشور وتوم مبشور وطماطم، وبياخد بقدونس وبياخد كزبرة وبياخد شبت وبياخد الرز والتوابل الجميلة بتاعته. في ناس بتعمله خالدة سولية، الرز بيبقى نص سوا شوية، وبعدين بنحشي الفراخ، نجيب المية مغلية فيها بصلاية وفيها جزراية وفيها كرفس، وبعدين نسقط الحمام بعد ما نحشيه وتخيطيه أو تلفي رجليه وتسقطيه. بياخد ما بياخدش كتير، لمدة مثلا حوالي 30 دقيقة أو 25 دقيقة، وبعدين تطلعيه تحمريه، وبالهنا والشفاء عليكي وعلى جوزك اللي هياكل حمام النهارده. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. معانا مين حد سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد حبيبنا احمد من اسكندريه. يا احمد. ايوه شيف. ازيك يا احمد؟ ايوه شيف. ازيك يا احمد، اتفضل. حضرتك المشروبات اللي بتنزل الدهون ايه هي يا شيف بعد اذنك؟ عارف مية البصل يا احمد، هنجيب بصل احمر يا احمد نقشره وناخد المية نغليها ونبدا نشرب مية البصل، او بنجيب شمر وبنغليه، او بنجيب شعير ونغليه وبرضه نبدا نشربه، ده برضه بيظبط نسبة الدهون في الجسم يا احمد. وشكرا ليك وشكرا لاتصالك. يا سلام عليك يا سولية. بص السولية يا جماعة شغله فخم قوي يا جماعة، السولية جاهز على طول. طب ما تجيب يا اخويا الحمام للست اللي طالبه الحمام. يا ناصح. طيب لسه هياخد وقت الحمام لما يستوي. شكرا ليك، يلا يا صاحبي. طيب العمده عامل شغل جامد قوي، كم انت جميل يا عمده، حبيبي يا عمده يا صاحبي. امال الاستاذ جمال عبد العظيم فين يا خالد؟ ربنا ما يحرمنا من بدلك يا عم جمال. استاذ جمال عبد العظيم يا جماعه مقيل، نقول له مش وقت نوم ده يا عم جمال. استاذ جمال عبد العظيم يا جماعه مدير البرامج، الله اكبر عليه، بيجيب بدل انا ما اعرفش بيجيبها منين، كل يوم بيضربني في التيشيرت بتاعي ببدله جديده. يا عم جمال بتجيب البدل دي منين؟ طب الالوان دي بتجيبها منين؟ الله اكبر عليك يا عم جمال، ربنا ما حرمنا من بدلك. معانا مين يا سوليه؟ برنس البرانيس عم جمال عبد العظيم. معانا مين يا سوليه؟ نروح الجيزه وناخد ايه يا فاطمه من الجيزه. يا ايه، يا ايه. السلام عليكم. يا ايه سلام ورحمه الله وبركاته. يا ايه ازيك حضرتك؟ انا عندي مشكله وعاوزه اطول شويه، هي العقله تطولني. عايزه تطولي شويه؟ اه عيني. حاضر، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. هي العقله ما بتطولش، يعني عشان نبقى منصفين، الطول بتبقى جينات وراثيه، زيها زي الاسنان، زيها زي الصلع، زي ضعف النظر، دي بتبقى كلها جينات وراثيه.
لا عقله ولا علاج يقدر يطول او يقدر يفرد الجسم. بس العقله بتتعمل ليه؟ عشان تخلي الجسم رشيق، يعني تحس ان هو مفروض بس هو ما بيطولش. عشان بس نبقى منصفين، الطول والحاجات دي بتبقى حاجات وراثيه، جينات وراثيه ما نقدرش يا فاطمه نتكلم فيها. شكرا ليكي وشكرا للاتصال. معانا مين يا سوليه؟ طب علم السوليه ناخد زينبه منين؟ يا ناخد زينبه من الاسماعيليه. يا زينبه. ايوه ازيك يا شيخ؟ ازيك يا زينبه، اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله، والله كله تمام. على فكره انا اول مره اشوف الحلقه بتاعت حضرتك. يا رب يخليكي، ده احنا سعداء بيكي وعلى طول تتابعينا كده ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. دول في دقيقه اتفضلي. بص حضرتك، انا بقوم الصبح بشرب، بالنسبه يعني للدايت، بقوم الصبح بشرب شاي اخضر وعليه معلقه كركم ومعلقه قرفه وليمونه. يا جماله يا جماله، حلو قوي. جميل. يعني طب بيعمل مفعول بعد قد ايه؟ انا بقالي في حدود اسبوعين ومش حاسه التغيير. لا ما انت مش هتحس التغيير دلوقتي. امال يا مثلا امتى؟ يعني قدامك شهرين كده. لكن تمام يعني. تمام، ملهوش اي اضرار، وحاجه جميله اللي انت تعملي كده وتابعي على كده. انا بعمل كده مره الصبح ومره بالليل. يا جمال، وخليكي بقى تابعي على كده وظبطي اكلك وعدد ساعات نومك وشويه رياضه، هتلاقي انت حتى في نضاره في بشرتك، والهالات السوداء اللي هي تحت العين دي راحت منك، مفيش ارهاق في وشك. طيب تمام. طب بالنسبه لقشر الرمان. يا جماله، مين بقى اللي لقى قشر الرمان دلوقتي؟ ده انا قلبت الدنيا عليه مش موجود. لا والله. والله دورت عليه. ده جميل والله، دورت عليه عند الراجل العطار قال لي لا مش موجود والله. طيب انا مثلا عندي دلوقتي رمان مثلا، ينفع اخد القشر بتاعه؟ طبعا ينفع تاخد القشر بتاعه طبعا. امال ايه يعني؟ ده بيخسس يا شو. بيخسس. هاي مغلي، تشربيه مغلي وتصفيه، يتنقع شويه 12 ساعه وتاخد الميه بتاعته تشربيها، ده سحر خلي بالك. والله. طبعا. بالنسبه بقى شكل البانيه، حضرتك كنت بتعمل بانيه من شويه صح؟ انت شايفاه دلوقتي لو تتفرجي على التلفزيون طالع شكله عامل ازاي؟ اهو الخلطه دي بقى اللي هي عامله زي كنتاكي، ممكن بعد اذنك تقول لي عليها تاني؟ طيب عينينا، حاضر على طول، هقول لك دلوقتي على طول. زي ما قلنا يا جماعه، بنجيب كاري ونجيب كركم، كاري وكركم وملح وفلفل وكمون وبابريكا، ونديها بيضه او بيضتين اختياري، وبنحط دقيق لبن او ميه زي ما انت عايزه، تضربيهم كويس وتسقطي فيهم. طلع شايفين طلع عامل ازاي؟ طعم حلو، طعم جميل، لون يجنن. طب هنعمل ايه بقى تاني بقى عشان يبقى اكل مكسيكي؟ هو ده الاكل بتاعنا بقى المصري الجميل بتاعنا اللي احنا متعرفين. طب عشان بقى نقلب الاكل ده نعمله مكسيكي ونضحك عليكم ونقول لكم احنا جايبين من المكسيك اكله، ولا من المكسيك ولا حاجه. نعمل ايه؟ اهي طاسه فيها شويه زيت، وحاجينا عاملين ايه بقى يا فاطمه؟ نازلين بالشوات الخضار بقى، ايه الفلفل الالوان والفلفل الرومي والتوم وشوات البهاريس، ونديها كاتشب ونديها خل ونديها ليمون والشوات اللعب دول اللي هم الشوات التحابيش بتاعتها دول، يبقى اكل مكسيكي اهو. معانا حد يا خالد؟ مين؟ نروح المنوفيه ناخد اماني من المنوفيه. يا اماني. يا اماني، ازيك يا اماني، اخبارك؟ عايزه اعرف معلش الطريقه اللي حضرتك عملتها دلوقتي، وفي اكل صحي للوحده الحامل. للحامل؟ حاضر، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طيب ايه الاكل الصحي للحامل؟ وهقول لكم الاكل الصحي للحامل عشان الجنين ياخد وزنه الطبيعي، وعشان طبعا طول ما انت بتتغذي كويس بيأثر طبعا على الجنين لان الجنين بياكل منك. طيب ايه بقى الاكل الصحي؟ زي ما قلنا التنوع في الاكل. ايه هو التنوع في الاكل؟ التنوع في الاكل اللي انا باخد حديد، باخد كالسيوم، باخد بروتين، باخد سكريات، كل الاكل يا جماعه التنوع فيه. يعني وانت قاعده كده فاضيه الظهريه، هاتي خصايه كليها، شويه جرجير، خيارايه، طماطمايه، صدر فراخ مشوي، علبه تونه، يعني تنوعي في الاكل، ما تحرميش نفسك بس بكميات قليله، ما تحرميش نفسك من الاكل ده انا هزيد، ده انا مش عارف. الطبيعي في الحمل اللي انت بتزيدي، ده طبيعي خالص، زي السكر. السكر بيعلى في الستات الحوامل، بيقول لك ايه ده سكر حمل، طب بعد الحمل بيروح، فده طبيعي. ده طبيعي. طب الزياده بتاعت الجسم اللي بتروح، اللي بتيجي اثناء الحمل، بتروح، بس انا عايز منك طلب بقى، اول ما تولدي وان شاء الله ربنا يقومك بالسلامه، وصفات قديمه بقى بتاعت امهاتنا اللي هم كانوا بيربطوا بطنهم بحزام او بجلبيه قديمه عندها او باشرب قديم، تربط البطن، تتحكم في مساحه البطن، ما تفردش منك. اول ما تولدي اربط الرباط ده، خليه على بطنك باستمرار.
حتى فترة الرضاعة كمان، هتلاقي البطن ما تفرش منك وتاخد حجمها الطبيعي. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. زي ما انت شايفها فاطمة اهو، اعمل انت براحتك بقى وفي فصل الاعلام. نروح المنيا وناخد حنين من المنيا. يا حنين. ايوه. ازيك يا حنين، اخبارك؟ الحمد لله. انا كويس والله يا حنين، اتفضلي. انا عملت الوصفات بتاعت التخسيس بتاعتك وخسيت 6 كيلو. 6 كيلو؟ اه. في قد ايه بقى؟ في شهر. في شهر؟ طب انا عايزك بقى تنك تكملي كده على طول. ماشي. اطلب منك صلاه. اتفضلي. عايزه طريقه عمل لانشون الفراخ واللحمه. لانشون الفراخ ولانشون اللحمه، ده عايزين حلقه لوحدهم. حاضر، شكرا ليك وشكرا لاتصالك. يلا بينا يا سوليه. اهو يا جماعه نحط التوابل بقى بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين، بصل مبشور وتوم مبشور وفلفل الوان وفلفل رومي. ده ادي الاكل يا جماعه، اقول لك اكل مكسيكي اهو. طب نعمل ايه تاني يا سوليه؟ هنديها عشان تعمل صوص بقى والصوص يربط. يا اسلام ما تنامش، خليك معايا. هنعمل ايه؟ معلقه نشف ميه. معلقه ايه؟ نشف ميه. طب نديها ايه تاني؟ شويه خل اهو، ادي الاكل. ونديها معلقه سكر، ادي الاكل يا جماعه. شويه سكر كمان، نديها شويه سكر وليمونه، ونديها ليمون اهو. طب ما ناكلها يا جماعه من غير الهيصه دي كلها. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده. فين الكاتشب يا فاطمه؟ مفتوح اهو. ادي الكاتشب يا جماعه معايا، خليكم معايا اهو. ده الاكل الصيني، الاكل المكسيكي اهو، زي الصيني بالظبط اهو، شايفين. وهننزل بالفراخ عليه. السلطه بتاعتنا جاهزه، ممكن ناكل الفراخ كده زي ما هي، ممكن ناكلها زي ما هي. طيب نعمل بقى صوص، ونربط الصوص ازاي؟ هناخد معلقه نشا، معلقه نشا، ونفكها بميه، وبعدين انزلها مع الفلفل الالوان والبصل والثوم، هيطلع طعمها حلو وتمسك وتعمل صوص. وبعدين ننزل بالفراخ، نخل اهو. نزلنا بالفراخ، بص يا اسلام اهو. مش كل الفراخ بقى، عشان ايه؟ نخلي الفراخ ده احنا ناكلها احنا بعد الفاصل اهو. شايفين؟ اهو. يبقى دي فراخ موجوده اهي اللي عايز ياكلها، والفراخ الثانيه عايزها. اه هنعملها زي، خليها معاك ما تقلقيش اهو. عايزين بس معلقه فاطمه اهي. هات يا حبيبتي المعلقه. يا جميله. معلقة الصلاه يا خالد. نروح الجيزة وناخد أميرة من الجيزة. يا أميرة. يا أميرة. السلام عليكم. ازيك يا أميرة؟ الله يسلمك، عامل إيه؟ اتفضلي يا حبيبتي، سامعينك. أنا كويس. الحمد لله، عامل إيه؟ يا رب يسعدك، كويس والله. لو سمحت عايز أعرف الرياضة اللي أنت كنت قايل عليها من شوية بعد إذنك. عينينا، حاضر حاضر على طول دلوقتي. شكرا شكرا ليك. شكرا ليك، أمام وخلفي أه. يلا بينا. أه نشا يا خالد أهي. كاميرا فين؟ كاميرا فين يا إسلام؟ يلا يا اسلام الكاميرا اهو. ده ايه يا اسلام؟ ده نشا اهو. اي حاجه يقول لك ايه؟ اكل مكسيكي اهو. وتاخد بقى وتدي مع بعضها، تربط وتمسك وتبقى طعمها حلو وطعمها جميل. تغيير مطلوب. واخده كاتشب، واخده سكر، واخده خل، واخده التوابل بتاعتها كلها، وخدت النشا ربطناها بالنشا. طيب عشان ولادنا ما بيحبوش الاكل العك اللي انا بعمله ده، بعمل ايه تاني؟ اهو سيبناها الفراخ وبنكمل شغلنا. زي ما انتم شايفين الامور سهله والامور بسيطه خالص. ونبدا برضو السلطه بتاعتنا اهي، الفتوش اللبناني الجميل. خد ايه الفتوش يا خالد؟ خد خيار، وخد طماطم، وخد بقدونس، وخد بصل اخضر، وخد نعناع، وخد خل، وخد ليمون، وخد التوابل بتاعته كلها، والعيش المحمص الجميل بتاعنا موجود. الامور سهله، الامور بسيطه، كلنا نقدر نعمل اكل. يا سوليه معانا. مين يا سوليه؟ نروح الشرقية وناخد أم حبيبة من الشرقية. يا أم حبيبة. يا أم حبيبة. ألو. يا أم حبيبة ازيك؟ الله يسلمك يا سيف، ازيك أنت عامل إيه؟ يا رب يسعدك، اتفضلي. لو سمحت يا سيف، أنا عايزة أعمل قرص دلوقتي. آه. بس دايماً القرص بتطلع معايا ناشفة قوي، مش عارفة ليه. القرص بتطلع ناشفة معاكي؟ ما بتطلعش طريه. اه عينيا، حاضر، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا اتفقنا اللي احنا ده هنسيبه لايه؟ لاولادنا كده ياكلوه سناك، او نعمل لهم شويه مكرونه معاه، نعمل لهم شويه رز، نعمل لهم اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. طيب التاني بقى هنعمل فيه ايه؟ اهو الطبق التاني طلع اهو، ده موجود وده موجود، واخد كل الاكل فيه اهو زي ما انتم شايفين. معانا حد يا خالد؟ طيب خليكم معانا بقى نكمل اكلنا الجميل ووصفاتنا السحريه لحرق الدهون والتمارين الرياضيه، ولكن بعد الفاصل.
ورجعنا بعد الفاصل مع طبعا الاكل المكسيكي والسلطه الفنتوش اللبناني. وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، الاكل سهل، الاكل جميل، الاكل ممتع للي حابب يقف في المطبخ ويعمل اكل. مودك مش حلو ما توقفش في المطبخ، لو انت مودك حلو وقف في المطبخ هتلاقي اللقمه طالعه طعمها جميل، طعمها حلو، الا ان اللقمه بتحس زيها زي البني ادم بالظبط. طبعا باقي فراخ كتير زي ما قلت لكم بنعملها، بنحمرها، بتتاكل كده زي الكنتاكي زي ما انتم شايفين اهيت، طعمها حلو طعمها جميل. وطبعا الطبق اهوت، انا كان قبل الفاصل كان كامل، طلعنا فاصل ورجعنا الاصطف كله الله اكبر ضرب الفراخ ولسه الملح قليل شويه. طبعا انا ما بعلش التوابل بتاعتي في الاكل او الملح في الاكل بتاعي، عشان انتوا عارفين ان الملح في الاكل بيعلي الضغط او بيعبي الجسم ميه، فاحنا عايزين برضو يبقى الملح بتاعنا في اكلنا معقول شويه، ما تزوديش زيه زي الزبده والزيت، معلقه زبده واحده ومعلقه زيت واحده، ما تزوديش اكتر من كده، لان عشان الاكل يبقى صحي ملهوش اي اضرار جانبيه. معانا حد يا سوليه؟ نروح المنيا وناخد حمدي من المنيا. يا حمدي. حمدي. يا حمدي ازيك؟ ده صار شيف. اخبارك يا حمدي؟ نشكر الله ده صار ساعتك الله يكرمك. اتفضل. منور الشاشه. يا رب يا رب يسعدك يا حمدي، اتفضل. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. انا رجلي وجعاني عاجز لمغزه برجل الشمال. لا الف سلام عليك. الله يسلم. وجسم تخين. يعني عندي حاجه 80 سنه. حاجه عندك كم؟ 80 كيلو. حاجه 80 كيلو. انت سنك قد ايه؟ سني 53. ال الاعاقه دي ازاي بالظبط يعني؟ ده بالصغري. عندك ضعف في شلل الاطفال. طيب ماشي. وعندك زياده في الجزء ماشي. وعندك زياده في الجزء اللي فوق. انا كنت ممشي ساعتك على رجلي اليمين فرجلي ضعفت قوي، والاعصاب بتاع دراعتي ضعيفه. طيب حاضر يا حمدي، شكرا لك يا حمدي وشكرا لاتصالك. زي ما قلنا حمدي وبقول ضعف العضله، او يعني سبحان الله حتى لما تيجي تعمل عمليه بتبقى جامده شويه، يقول لك لازم دكتور لازم بعد العمليه تمشي مع علاج طبيعي. ايه هو العلاج الطبيعي ده؟ رياضه. يعني العلاج الطبيعي ده الحمد لله على السلامه علاء، العلاج الطبيعي ده رياضه. يقول لك نزل رجليك، ارفع رجليك عشان تدي انتباه للعضله او تجمد عضله الرجل اللي فيها المشكله او عضله الدراع اللي فيها مشكله. فهو الموضوع كله يا اسلام انت وعلاء، كل المواضيع كلها مرتبطه بالرياضه. عشان تقوي العضله تلعب رياضه، عشان تنقي او تشيل الخشونه اللي في الجسم تلعب رياضه، عشان تضيع الفات او تظبط السكر والضغط تلعب رياضه، فهي حياتنا كلها متعلقه بالرياضه. العب رياضه هتلاقي الدنيا تمام والدنيا مظبوطه. وقتنا خلص يا سوليه. طيب ناخد اخر مكالمه معانا من دمياط، ام دينا. يا ام دينا. ديما. يا ام ديما. يا ام ديما. يا ام ديما. بقول لحضرتك انا والده لسه بقالي شهر. حلو الكلام، اتفضلي. وبطن كبيره ما بتنزلش، مش عارفه ليه، بالرغم ان انا بشرب من حاجات سخنه كتير. طيب شكرا ليك، هقول لك دلوقتي على حاجه. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. ابدأي اربطي بطنك زي ما قلنا، لو انت اتفرجت علينا من بداية الحلقة خلي فيه رباط باستمرار على بطنك، جلبية قديمة او اشرب قديم او اي حاجة قديمة عندك او حزام، اربطي بطنك باستمرار. وان شاء الله مع مشاريب حرق الدهون وشوية رياضة كده وتظبيط الاكل ما تاكلش وتنامي، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. خلصت حلقتنا النهاردة من مطبخ النجوم، استنونا بكرة قبل ساعة من دلوقتي بأكل جديد وتشيرت جديد. شكرا كل فريق العمل بقيادة اشرف العمدة، شكرا خالد السولية، شكرا بسمتين، وشكرا فاطمه، وشكرا هايدي عادل، شكرا مدير تصوير اسلام محمد وياسمين ونرمين ومحمد سعيد وعلاء اللي لسه جاي، وشكرا ريهام سعيد صاحبه فاطمتين، فاطمه جايبه الشارع كله وجايه، شكرا استاذنا الجميل اللي ربنا محرمنا من بدله جمال عبد العظيم مدير البرامج، شكرا مدير استديو ناصر الشاهد ومحمد الشاهد، شكرا ابن كفر الجبل البار مدير الإضاءة أبو سريع، شكرا مهندس صوت علي، شكرا مدير فني هاني محسن، شكرا عم خالد الناقد كنتنا الفيروس اللي بقبضنا كل يوم واحد في الشهر، شكرا نور بي دي آر،
VTR. شكرا المشاهدين، شكرا المتابعين اللي كلمونا وحاولوا يكلمونا. استنونا بكره قبل ساعه من دلوقتي باكل جديد. طبعا صوفيا زاده بكره عملاق الشاشه. صوفيا زاده عايزه تاكل كوارع، الكوارع عشان تستوي عايزه 6 ساعات. يا صوفيا عاجبها لك منين؟ استنونا بكره قبل ساعه من دلوقتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.